بروجرامي ببلش من هون على الساعة 3:30 الصبح. نعم 3:30، نمنا تقريبا الساعة 12 وهلا الساعة 3:30. وين رايحين؟ رايحين على السوق. جاي خدنا على الموتو. هو يا جماعة ما بيلبس كاسك زهر، هو كاسك مرته إيه، لأنه عطيني كاسكو لأنه بدي كاسك راس كبير شوي. صديق على رايحين على رانجيس، مظبوط؟ رانجيس دس الساعة 3:30. ثلاثة ونص، إن شاء الله تكون نمت منيح. نمت منيح، واعي بكل نشاط. رانجيس واحد من أكبر أسواق الأكل يمكن بفرنسا بالعالم، ما بعرف. امبارح قلت له عبالي أبرم كل رانجيس، طلع فيي قال لي يا أنطوني رانجيس قد طرابلس. فرح نعمل شقفة صغيرة، هلا مهم الإكسايتمنت. تقريبا بدنا شي نص ساعة طريقين، هو حد المطار. إيه نص ساعة لنوصل لهون، جنب مطار أورلي هي. جليد، الحرارة شي 6، يلا نطلع؟ نطلع. وعلى المطار. بعد نص ساعة طريق تذكرت فيلم توم اند جيري، ساعة اللي بيكون توم نزل بالازوت ليكيد وبيجي جيري بالشاكوش بيضربه وبينزل فراطه، فمجمد حتى لساني مجلد. ما رح اخبركم بعتقد الحرارة على الطريق تطلع 1 تحت الصفر. طيب وصلنا على رانجيس. رانجيس فتنا اول ديبو خضرة، عم بسأله من اي ساعة لاي ساعة بتشتغلوا، قال لي بنشتغل 24 24، كل الليل بنحضر الطلبيات يلي لازم نفلوا الساعة 6، وبالنهار بيرجع بيجي تيم تاني تيحضر الطلبيات يلي بعد الظهر بدهم يروحوا. عم نفوت من براد لبراد لبراد مشان هيك ما شطحت تيابي. الخضرة كلها الفواكه فريش وبتتودع على كل المطاعم يلي موجودة بباريس وحواليها. فهلا شفنا الطلبيات يلي محضرة لإعلان ومكافيين برمك كل شيء، في كل شيء. من الخضرة على السمك، الريحة كتير 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 حلوة، ريحة سمك أكيد، بس ما فيها ريحة فول، ما فيها ريحة صنة أبداً. ريحة سمك حلوة كتير. ووصلنا ساعة صار تقريباً ساعة 4:15 وصار نص السمك رايح. رح نعمل من بعد ما لبسنا كل تيابنا فوق الجاكيت لأنه كتير كتير برد بقلب البرادات، ونبلش البرمي. بس جرجة ضايعة بلبنان بياكل سمك نايعة بكرة. روعة، جاي السمكة من المالديف هلا عم نقصقصها نية. طعمتها مش معقول. مثل كأنه فيها بقلبها الصويا صوص والملح والطعمة البحر واو. مرتي
اجي انا عم باكل سوشي رح اتذكر هذا المشهد. هيدا تونة تقريبا 70 كيلو وقبل ما يوصل من براد لبراد لبراد يوصل على المطعم اكلناه مثل ما هو بارضه. ليش سمك عيش؟ سمك عيش لانه اليابانيه بدهم اياه يكون فريش لدرجه مش مثل بالتونه يمكن تصيدوها من عبكره او من 24 ساعه، بدهم اياه فريش يعني دغري بيوصل لعنده على المحل عيشه وهو بيقتلها بارضه. هلا ماشيين رجع اجى عيط لنا يلي قص التونة من شوي وقالنا تارك لكم مفاجأة. يلا يعني on rentre tous là-dedans, il y a personne qui sort. Voilà, on rentre tous là-dedans. Merci. Bienvenue chez moi. عم تشوفوا كمان تونة، بس تونة شوي مثل الكوبي بيف او الواجيو بيف، لونه ابيض قد ما فيه فات. كأنكم عم تاكلوا لحمة. واو من تونة الباكور قبل اسمه، هيدا ريد تونة من اسبانيا من البحر المتوسط مثل ما شايفينه، مثل كأنكم حاطين شقفة لحمة جاية من اليابان. من اطيب الاشياء اللي اكلهم بحياتي، التكستشر كتير خفيفة، طعمة السمك كتير قاسية جواتها، تقعد بتزقزق لسانه وبتضلها تقريبا شي 10 ثواني. عن جد ما بتتفسر يعني. جيني أززو إجري أصابيع إجري أززو أصابيعي ما بقى حاسس فيهم، بس it's worth it. ظهرنا. واو واو واو، وبعد البرمي بأولها، بعد ساعة 5 بهالمدينة، مدينة حاسس حالي ما بعرف قد بيروت. كاميونات ماشي، ناس عم واو امبرسيف. تعال نفهم مع بعضنا شوي تنعرف نحن وين. كيف الفورم ده بيروت عنا بلبنان؟ في شي 100 فورم ده بيروت، وهلا وصلنا على واحد مثل ما هو كله لكل شيء له علاقه بالجيش. من الدجاج على اللحمة. كتير حلو. عم نحكي لحمة بكميات هائلة، نظافة ماكسيموم، الكل وحدة حد وحدة حد وحدة، وكلهم بينباعوا أكيد بالشقفة، كل وحدة صورة البقرة أو الحيوان اللي هو مذبوح، بس النظافة، لون اللحمة، الريحة أبدا حلو. سفيان donc Verger Saint-Eustache, fournisseur de fruits et légumes sur Paris. Je suis super content de t'avoir rencontré. On se fait une belle balade, Anthony, dans le mine de Rungis, l'un des plus gros marchés du monde. Donc en fruits et légumes, dans la viande aussi, et le poisson. Et hyper ravi de te faire visiter ce monde merveilleux. Ça ne va pas être la dernière fois.
Réjain, on revient. Dans quelques mois, moi je suis là, je passe toute la journée. Toute la nuit. Oui, toute la nuit. الشغل هون بالليل. ساعة بتقول لحد انت قضي نهار ما في بنهار. هلا بعد شوي كله بسكر بيروح بينام. بدي اقول لك انا كثير مبسوط. بدي اقول لك ميرسي لانه عن جد يعني حاسس انا اليوم مثل ما مرتي بتحس بالابي سي بالشوبينج مول. وانا كثير مبسوط لانه شفتك اليوم عم تحكي هيك وعيونك عم بيضووا. انا نفس الشيء لما بتاخذني على ضيعه بلبنان او شيء اكل منقوشه عند ام بشير كل هالمناطق هونيك هيك كمان في عندي مسؤوليه كثير. وحده مني وحده منك. أوكي. انا مره بتجيبني لهون وانا مره باخذك بلبنان. اوكي اتفقنا. اوكي من الدجاج للحمه للخضره هلا رجعنا على سوق الخضره. مثل ما عم بقول لكم بيال فورم دو بيروت هذا الهونغار اللي كثير كبير في شيء 1000 واحد هون. كل هونغار فيه نوع واحد من الاكل. هيدا القشطة ما بتشبه ابدا القشطة اللي عنا بلبنان ابدا ابدا بزت شي اسمها انون. بلشت جولتي على 3:30 طلعنا على الموتو وصلنا على رنجيس. هلا صارت الساعة 7 بعدها معتمة الماركت على اخره الغراض بلشت تخلص وكانت برمة كتير كتير حلوة. اكيد مش اخر مرة لما عملنا شيء عملنا انجا برجع بقول 1% منه وهيك. رنجيس فور بروفيشنالز ماركت كتير حلو ان شاء الله وصلتوا الفيديو. Alors, on est dans des produits qui fait uniquement avec des petits producteurs qui sont français, qui sont soit dans la région ou dans d'autres régions françaises. Comme notre petit producteur de pommes qui est bio et qui nous fait d'anciennes variétés aussi de pommes qu'on remet au goût du jour. Donc, on est dans du haut de gamme, mais dans le haut de gamme au niveau du goût et du produit surtout. C'est ce qui est très important pour nous comme pour nos chefs. اللي عم تشوفوه هون منه جزرة، اللي عم تشوفوه هون هو الجزور تبع بقدونس. طعمتها شوي ريحتها مثل الجزرة، طعمتها كتير هيك حدة مثل كأنكم عم تاكلوا بهار. وكتير على الموضة اليوم من فوق بيستعملوا البقدونس ومن تحت بدل ما يتركوها يقولوا هيدي جزور ولا تستعمل عم تستعمل بالطبخ وكتير على الموضة. من بعد ما وعينا الساعة 3:30 الصبح جينا على رنجيس، خلصنا برنجيس بعد ما ظهرنا منها. الان كان عنده كورس بالمطبخ فجيت معه تعلمنا كيف نعمل بيض وهلا رجعنا على باريس. زبطت حراره شوي. اوكي كانت 3 درجات الصبح صارت 6. بعدني بردان بس مش حالي.